إشكال آخر، إشكال عدم بشيء عدم وجود كفاءات. في كفاءات ولكن هذه الكفاءات لا يتم الاستنجاد بها، لأن كفاءة تملك الشخصية، كفاءة تخاف من ربي، كفاءات ربما غير مرغوب فيها لأنها تعمل وفق القوانين الموجودة طبعا في هذه المنظومة. لذلك اليوم في قرارات شعبوية اليوم ضد المدير الرياضي لا يملك المستوى الجامعي بحجة أنه لاعب سابق، معكم احتراماتي لاعبين سابقين، بحجة أنه يسكن في حي شعبي، ذاك الحي عنده قاعدة جماهيرية، بحجة عنده المؤثرين في اليوتيوب وفي الفيسبوك يكتبوا عليه بزاف. اليوم هذا هو اليوم لي كريتير، كيش يقول لك المواصفات والشروط التي يجب ان تتوفر في رئيس النادي وفي المدير الرياضي وفي المنسق.